يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن التشبه وتقليد الكفار أنه وسيلة إلى الشرك، نعم، فهل ينطبق ذلك على من تشبه بأشكالهم ولباسهم أو بعض أفعالهم؟ ينطبق على كل أنواع التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم، فيما هو من خصائصهم، خصوصا إذا كان من أمور دينهم فالأمر أشد. فلن نتشبه بالكفار لا في لباسهم ولا في شعورهم ولا في عوائدهم الخاصة بهم. نعم، قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام أقل أحوال هذا الحديث أن يدل على تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يدل على كفر المتشبه. نعم.